صباح الخير مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج شمس البحرين. في حلقة نهاية الأسبوع مثل ما عودناكم تكون منوعة وخفيفة. صباح الخير حمد. صباح الخير خديجة، وصباح الخير على كل مشاهدينا. صباح جميل وصباح خير علينا وعليكم مشاهدينا. اليوم بنبتدي حلقة الخميس الونيس اللي دائما شنو تكون الحلقة خفيفة وفيها فن. وشنو ومضتنا اليوم؟ اليوم حمد ومضتنا تقول: القناعة لا تعني أن تتوقف عن الحلم والسعي للحصول على الأفضل. شو رأيك؟ أوافق الرأي، لأن في ناس وايد تأخذ القناعة كعذر أنه يوقف عن أنه يحقق حلمه. صح. لازم أنت تكون مقتنع باللي عندك صح، ولكن تطمح للأحسن. أكيد حمد، يعني وأنا أوافق رأيك 100%. شو عندنا الحين؟ أول فقرتنا مشاهدينا، الفقرة الأولى اللي راح نتكلم أو نتعرف معاكم على فنان بحريني مبدع استغل فترة الإغلاق في إنشاء مرسمه الخاص في بيته، وكونه معلم تربية فنية قام ببث دروس التعلم عن بعد لطلابه من المرسم ماله في أجواء مليئة بالجمال والإلهام. لتفاصيل أكثر تابعوا معنا هذه التقرير. جائحة كورونا اتاحت لي الفرصة ان انا ابني هذا المرسم او الجاليري في البيت، وانجز عدد كبير من الاعمال الفنية. فالحمد لله وفقت لهذا، وكانت فرصة ايجابية ان انا استثمر وقتي في البيت في انجاز عدد من الاعمال الفنية. أفضل تشجيع الوالدين إن أنا أبني لي هذا المرسم المتواضع في البيت، ورغم يعني الكورونا لكن أصر البعض إنه يزورني لو مقدار بسيط يعني، ويشوف الأعمال ويشوف المرسم عن قرب. المرسم عندما يكون متواجد في بيتك ما يلزمك بوقت معين، يعني تحسين يمكن أتواجد في المرسم ثلاث فترات في اليوم، أحياناً طول اليوم. عندنا التعليم عن بعد، حتى أحياناً أبث للطلاب من المرسم نفسه وأقدم لهم الحصص من المرسم نفسه ودروس عملية، يعني حتى الطلاب استمتعوا بهذا الشيء. كل شخص عنده موهبة ويجب استغلالها في هذا الوقت، لأن هذه فرصة ما تعوض. جائحة كورونا والقعدة في البيت، يعني عندنا وقت طويل إن الإنسان ينجز فيه. رجعنا لكم من بعد التقرير. ضيف فقرتنا فنان تميز باستخدامه لخامات ومواد متنوعة في تكوينه للعمل الفني، ويولي عناية خاصة في اختلاف ملمس اللوحة، هو الفنان أحمد عبد الرضا، مدرس تربية الفنية. صباح الخير. صباح الخير، أهلا وسهلا. صباح الخير. فن اليوم ما شاء الله، ويوم الخميس مناسب لليوم. خلنا نتكلم أحمد عن الفن اللي انت تقدمه، مثل ما تشوف الرمل والخشب المناديل، هذه شلون قدرت انه تدمجها في رسماتك واللي تسويه انت؟ مو بس رسم تسوي في شيء، يعني في الفن اللي انت تسوي فيه صنعه، في صنعه كتصميم داخلي بعد. كلمني عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أشكر القائمين على برنامج شمس البحرين على إتاحة الفرصة للشباب البحريني لإبراز مواهبهم الفنية وجميع المواهب المختلفة. فكرة أعمالي أستوحيها من الطبيعة، من الحوائط القديمة، من البحار، الأشجار. بشكل عام أحاول إن أنا أدخل هذه الخامات عشان أوصل للمشاهد اللي هو الصورة الحقيقية حق المنظر نفسه. ومثل هذه الخامات تضيف فضول عند المشاهد إنه نقول يتحسس العمل شنو هذه الخامة. فأحاول إن أنا أجسد هذه المشاهد بألوان مختلفة على صورة الواقعية. صح، اللي لاحظت أحمد كل ما تجرب من اللوحة نفسها شوف الشكل تبتدي يصير فيها عمق، يعني أنت مهتم بالتفاصيل وفيها تكستشر، يعني شديد تهتم الملمس يعني بعد الخيش. أحاول إن أنا أستخدم أكثر من خامة على سطح العمل الفني الواحد. هذه الخامات جت من بعد عدة تجارب. حلو. يعني يمكن في البداية استخدمت فقط الرمل، لا تحس إن لازم الفنان على طول في خوض تجارب مستمرة عشان ونسمع نعرف إن إحنا الفن بحر واسع. صحيح. يعني مهما صحيح. بحر في الفنان موجود في العديد من المعلومات والتكنيكات. فأحب أن أستخدم أكثر من خامة على سطح العمل الواحد. كان لك عمل فني تعبر فيه عن جائحة كورونا والوضع اللي إحنا نمر فيه، فشنو ذي العمل؟ اشرح لنا عنه. العمل ده استغرق مني تقريبا 3 شهور عمل. حلو، فترة طويلة يعني. فترة طويلة. هو عبارة عن مجموعة من القطع الخشبية أنا قطعتها بنفسي ولونت قطعة قطعة. يمكن كل عمل هو عبارة عن 3 أعمال تمثل فترة الجائحة من بدت في الصين ووهان لين إلى هذا اليوم، وهي عملية حصد الأرواح في العالم. فالعمل الأول شلت منه قطعتين خشبيتين يمكن استعرضوا في التقرير. العمل الثاني شلت منه 5 قطع اللي هي كوفيد الموجة الثانية سميته، والعمل الثالث سميته كوفيد الموجة الثالثة شلت منه 8 قطع. ونتمنى أن ما أكمل العمل الرابع وما تنشال قطع زيادة. ما تنشال، نتمنى أنه يعني يكون خلاص هذه النهاية. سؤالي أحمد، أنه أنت ما شاء الله مريت في مراحل كثيرة لوصولك لهذه المستوى. يمكن في بعض الفنانين بس يرسم، يعني رسماتك وفنك فيها هندسة حتى. فكلمني عن المراحل اللي مريت فيها لوصولك لهذه المرحلة اللي نشوفها الحين، الإبداع اللي قاعدين نشوفه، أنه هو رسم هندسة في تكتشر. كل هذا الموضوع ميزك أنت كفنان. نعم. الفن انولد وياي من الصغر. حلو. من يوم أنا صغير، يعني أتذكر حتى أيام المرحلة الابتدائية ما تمر تجربة في الكتاب إلا أنا أطبقها في البيت. من يوم كنت في 4 ابتدائي تقريبا 3 ابتدائي، حتى رسم الخرائط. فكانت هذه كلها مؤشرات وملامح تبين أن عندي القدرة والطاقة أن أنا مستقبلا أخوض هذا المجال. مقومات. إيه، وما قصروا يعني جميع المدرسين سواء في المرحلة الابتدائية أو الإعدادية كانوا يدعمون الصراحة للأمانة. وحبيت أن أنا أطور من خلال الدراسة الجامعية أن أنا أتخصص مجال قريب إلى الفن. وكنت بين خيار إما التربية الفنية أو التصميم الداخلي، فقلت أن التصميم الداخلي بضيف لي معلومات إضافية أكثر بعد. وجمعت بين الاثنين. لأن الديكور يهتم يعطي الفنان قوة في اختيار الألوان. صحيح. وحتى اللوحة هي عبارة جزء من أركان أو أثاث البيت، فساعدني بشكل كبير يعني. احنا نشوف اليوم شلون الاستديو مالنا صاير حلو، ولا ايش رايك من الاعمال الفنيه الموجوده؟ فكلمني عن هذا العمل اللي موجود هنا. يعني هذه عباره عن اعمال تركيبيه. نعم. دمجت خامتين اللي هي الخشب والفخار. احب التنوع على الرسم، على سواء الخشب او الفخار الفلين، يعني ما عندي خامه ثابته. نعم. انا يعني إنسان متجدد، أحب أن أقدم كل فترة أشياء جديدة، ما أحب أثبت على مستوى واحد أو خامة أحب التغيير دائما. يمكن اشتغلت مع مصممين داخليين عديدين، فكلمني عن هذه التجارب، خصوصا أن أنت لما واحد يصمم بيته وتحط لوحاتك في البيت بتكون قريب من الناس وبتكون قريب من يمكن تأخذ رأيهم
مباشرة، فكلمني عن تجاربك مع المصممين. بالفعل الفترة الأخيرة يعني تعاونت ويا عدد كبير من المصممين. الجميل مو إنه فقط إنه تعلق العمل أو يقتني العمل الزبون أو الكستمر أو أحد الناس. تكون أنت راضي بال. أنت راضي وثقة الناس وثقة المصممين اللي جوك. هذا أهم شغلة يعني عندي بالنسبة لي يعني. الضيف دائما أحمد يعني إذا ياك مصمم مثلا أعطاك فكرة معينة أنت تضيف عليها ولا يعني تعطي آرائك أكثر من الأشياء الموجودة كمصمم؟ أقدم آرائي أحيانا لبعض الكستمر يعني أقول له إن هذا أفضل هاللون نشيل هني نحط هالجزئية، وأحيانا أنا أزور البيت أنا أشوف شنو المساحة اللي تناسبه هالقطعتين، قطعة كبيرة ثلاث قطع. فثقة المصممين بحد ذاتها يعني شيء كبير بالنسبة لي. كل فنان له مصدر إلهام، فأنت كفنان شنو مصدر إلهامك؟ يمكن ذكرت في بداية اللقاء إنه الطبيعة، أحب الحوائط القديمة، يعني أنا أصور يعني عندي يعني التليفون وأنا أتمشى بين التصوير والتصميم. أحب إن أنا أصور بعض الصور وأحولها للوحات فنية. واجد أستخدم هذه سواء الورود يعني مثلاً هذه اللوحة هي عبارة عن مجموعة من الورود بس أنا عدت صياغتها بأسلوب تجريدي. حلو. تستوحي مثلا الفكره الألوان وتطورها انت واطورها. جميل. شنو الاشياء اللي استخدمتهم؟ انا اشوف لان في ملمس مختلف في هذه القطعه. هذا الوان اكريليك ومعجون. حلو. هذه اللوحتين عباره عن البر والبحر بس انا برستهم بصوره احمد هناك تجريبي. الحين هالفتره يمكن فنانين عديدين في الساحه يقدمون فن مختلف، انت تقدم فن مختلف، فشلون تقدر انت رغم هذه يمكن المنافسه الموجوده انك انت تسوق لمنتجاتك وتسوق؟ هل تستخدم الاونلاين السوشيال ميديا؟ شلون تقدر تسوق عملك؟ السوشيال ميديا يمكن هو يكون الخيار الاول حق جميع الفنانين او جميع اللي حابين يعرضون اي اعمال للاقتناء، ولكن احيانا العمل نفسه يفرض نفسه نعم. انه هذا العمل يستحق انه يقتنى، يعني المنتج يسوق حق نفسه. يسوق حق نفسه. نعم. الحين احنا في جائحه كورونا، مثل ما عرفنا انك مدرس تربيه فنيه، شلون قدرت توازن ما بين العمل الفني والاونلاين؟ الفتره الصباحيه للامانه مفضلها حق المدرسه، سواء ان انا بالحضور او عن بعد. اذا عن بعد اشرح للطلاب من المرسم عندي في البيت. حلو. وخاصه هذا الفصل يعني اعطيتهم دروس عمليه ما يقارب يمكن 6 دروس عمليه يطبقون معك، اشغل الكاميرا ونشتغل، وبعضهم قام يطبق ويصور لي ويطرش لي عن طريق التيمز. وايد حلو. في تفاعل حسيت حلو التفاعل هذا، واستمتعوا بالحصه اكثر من الجانب. حلو التفاعل. احمد ايش قد شفت المستويات الموجوده اللي ممكن ان يكونون عندهم مثل ما تقول مستقبل في هذه الفن؟ في مدرستنا عدد كبير الحين، انا يمكن 9 سنوات في وزاره التربيه والتعليم، يمكن معدل سنويا شبه سنوي اقيم معرض طلابي حق طلابي. حتى اخر مره تعاوننا ويا جمعيه البحرين للفنون التشكيليه وسويت معرض فني وخلي اولياء امورهم يجون. يعني مواهب موجوده. مواهب موجوده وكثيره يعني. حلو وايد حلو. زين يعني احنا نبي نعرف الحين اللوحات هذه هي شنو تعني لك؟ يعني شلون تقدر قيمتها بالنسبه لك مو بالقيمه الماديه؟ كل فنان لو تساليني يقول ليش انا كل لوحه عم بدي ما تنباع وما يعني، لان هذه في بعض الاعمال ما تتكرر. هذا شعور داخلي، الضربه اللي تضربها في اللوحه او العمل. هذا شعور لحظي يعني ما تقدر تكرر انت اكثر من. حتى بعض الفنانين لو تقول لي مثلا عيد لي اللوحه هذه ما تنعاد. ما يوافق ان انا اعيدها هذه اللوحه. صعب اصلا تعيدها. حلو. فنان احمد عبد الرضا اليوم نورتنا بهالاعمال الجميله اللي أكثر. يعني اضافت رونق للاستديو، ايش رايك؟ من افضل صراحه، مو لانه هو موجود بس من افضل الفنون اللي مرت علي، ان فيها تكتشر، فيها هندسه، فيها فن مغاير مميز في احمد. الله يحفظكم التوفيق إن شاء الله. ونتمنى لكم التوفيق وإن شاء الله نلتقي في فعاليات قادمة بإذن الله إن شاء الله. إذن مشاهدينا بعد هذه الفن الجميل راح نروح فاصل ونرجع نكمل باقي فقراتنا، خلكم معنا.
مشاهدينا نسمع عن الديسلكسيا وهو مصطلح يشير إلى عسر القراءة، ومن المهم التعرف على هذا المصطلح وما يعني وما يترتب عليه الأمر اللي راح يوضح لنا سبب مواجهة البعض صعوبة في القراءة. فبحسب الأبحاث والإحصائيات من بين كل 10 أشخاص هناك شخص واحد يعاني منه على الأقل. بتوضح لنا تفاصيل أكثر عن الديسلكسيا الأستاذة أمل الحربي، باحثة دكتوراه بفلسفة مجال الديسلكسيا، عبر الاتصال المرئي. صباح الخير أستاذة. صباحكم الله بالنور والرضا والسرور. تشرفت فيكم وأشكر هذا اللقاء الجميل والاهتمام صراحة بالديسلكسيا لأنها من الأشياء المهمة. طبعا مثل ما تفضلتي أنه على الأقل حسب الدراسات شخص واحد من كل 10 أشخاص لديهم هذه الديسلكسيا. الجدير بالذكر أنه عالميا تم حصر 24 تعريف على الأقل للديسلكسيا، كلها أجمعوا على أنه أهم جانب فيها عسر القراءة، لكن هذا لا يمنع انها ان ممكن تاتي معها اعاقات اخرى، وهذه من الاشياء المهمه اللي يجب ان نتطرق لها. من الاعاقات اللي ممكن تاتي مع الديسلكسيا مثلا يكون فيه مشاكل في الرياضيات ولها مسميات علميه اخرى، يكون فرط النشاط الحركي الزائد، يكون في مشاكل في الكتابه. ومثل ما بين الباحثين انه الديسلكسيا منطقه القراءة في المخ تختلف عن منطقة الكتابة، تختلف عن المنطقة الحركية، ولذلك من الأهمية حقيقة بالنسبة للوالدين وللمعلمين إنهم إذا شافوا بعض الملامح يوجهون هذا الطفل للمختصين حتى يسووا له الكشف اللازم، وكل ما تم التدخل مبكرا كل ما كان أفضل. الديسلكسيا طبعا تنقسم إلى نوعين رئيسيين، قالوا الديسلكسيا اللي هي عسر القراءة، في عسر القراءة النمائي. معنى مصطلح نمائي إن كل ما نمى الطفل وللأسف تم إهمالها كل ما زادت بشكل أوضح، وكل ما صار الأطفال هذول متأخرين في الدراسة وكان في صعوبة إنهم يلحقون أقرانهم. وفي ديسلكسيا مكتسبة ممكن يصاب بها الشخص للأسف أي عمر، يعني حتى البالغين أو اللي تعدوا مثلاً 20 أو 30 إذا تعرضوا بقدر الله إلى حوادث معينة ممكن أنهم يصابون بها، عاد على حسب ممكن أنها تكون وقتية بحسب العلاج وممكن أنها تكون دائمة. نعم، يمكن طريقة التعامل مع الديسلكسيا الدكتور أو أستاذة على موضوع شلون نقدر نتعامل مع هذه الحالة، بما أنه يمكن منتشرة وإحنا يمكن ما نعرف أن هذه الشخص يعاني من هذه الحالة. طبعا اول شيء انا انصح كل الناس اللي يشوفون بدائرتهم شخص يعني عنده مشاكل مثلا تعليميه بسعه الصدر، لازم يكون في صبر. العوامل النفسيه مهمه جدا للاشخاص اللي يعانون من الديسلكسيا لان ممكن تسبب لهم عائق وعقده تخليهم لا قدر الله يتركون الدراسه ما يكملون، هذا اول شيء. غير كذا يعني في مجال التعليم مهم عدم التعنيف للاطفال بأنه أنت غبي، أنت ما تفهم، تعبنا وحنا نقول لك، هذه كلها تعزز العوائق عند هذا الشخص أكثر. أيضاً لازم يكون في مرونة في التعامل، يعني لما يكون في مرونة في التعامل تعال أنت وش محتاج؟ محتاج وقت أكثر؟ أنت محتاج أنك تعرف المعلومة؟ طب بدك تأخذ بريك؟ بدك تأخذ راحة؟ لازم توري الشخص اللي أنت يعني تعلمه سواء كان في مرحلة جامعية أو دراسية أو شخص قريب لك أنه في حل لكل مشكلة، عادي نقعد نهدي، لازم أنت تشرح لي أنت وش تشوف. عشان كذا مهم جدا انكم تسمعون لهذا الشخص اللي عنده ديسلكسيا، لانه ممكن يكون عنده مشاكل في النظر. ترى عاده الحالات حسب الحالات اللي مروا علي عندهم مشاكل في النظر، عندهم اشياء بالاضافه للديسلكسيا مثل ما ذكرت حساسيه للضوء مثلا، اذا اعطيته ورقه بيضاء كانك مشغل كشافه في عينه. كيف تتوقع من هذا الشخص انه يقدر يدرس يقدر ينتج اذا انت ما استمعت له؟ القدرات الابداعيه عندهم تكون عاليه، لذلك أنا أنصح بالكرياتيفيتي بالتعليم، بالإبداع بالتعليم. عادي ما عرف يكتب الحروف الطفل في البداية، خلوا يتعلم بالصلصة ألوان مختلفة للحروف وللنقاط حتى يتذكر. نعم، فهذه بعض النصائح العامة. نعم دكتورة، شنو هو العلاج المناسب للديسلكسيا؟ شو ممكن نتعامل معه؟ التدريب. نعم، ثم التدريب
أنا دائما أقول شلون؟ للناس التدريب ثم التدريب ثم التدريب. ليه؟ لأنه يعني حطوها بهذا المنظور حتى أبسطها. نعم إذا شغلت منطقة في المخ وصارت activated ما راح ترجع للوراء. فأنت لما تجي الدرب، وأنا دائما أقول للمعلمين وللأهالي سووا مسح في مهارات الطفل. وش المطلوب منه؟ مطلوب مثلا يذكر كل الحروف. طيب المشاكل اللي موجودة عنده نحلها بطرق أخرى، بطرق إبداعية معينة. نقعد ندرب هذا الإنسان بعدة اتجاهات وبعدة أدوات حتى يتقن المهارات. فهذا أنسب علاج اللي عندهم ديسلكسيا، التدريب، الاحتواء، تهيئ البيئة، والاستيعاب للحالة. أستاذة، يعني مثل خلينا نقول الديسلكسيا هل هو خطير، يعني لازم نتعامل معه بشكل مباشر عاجل، أم هو شيء بسيط وممكن أن يعني نعالجه بشكل سهل، أو خلينا نقول ناخذ وقتنا فيه؟ طيب خلوني أحطها بهذه الصورة. الديسلكسيا اعتبروها سلاح ذو حدين. نعم. حسب الدراسات، الأطفال اللي تم إهمالهم واستفحلت الحالة عندهم في الديسلكسيا للأسف تركوا المدارس بدري، تم احتوائهم من أشخاص غلط خارج المدرسة وخارج البيت، وصار عندهم انحرافيات في السلوكيات، مثلاً اتجهوا للسرقات، اتجهوا لأشياء ثانية. ولما سووا دراسات للأسف في السجون في كذا دولة، اكتشفوا أنه بالنسبة للمراهقين مثلاً في فترة من الفترات في بريطانيا، لقوا 70% من اللي انزلقوا كان عندهم ديسلكسيا. ليه؟ لأنه ما تم احتوائهم بدري. هذا الشيء. الشيء الثاني، ليش أنا أقول سلاح ذو حدين؟ كثير من المبدعين والمبتكرين والمخترعين عندهم ديسلكسيا لأن عندهم قدرة لحل المشكلات، وعندهم قدرة خلنا نقول إنهم يشوفون ما وراء الطبيعة، عندهم بعد نظر. طيب إذا أنا هذا المبدع احتويته، تخيلوا الكم الهائل من المبدعين اللي كانوا يصيرون موجودين في كل مجال. إحنا محتاجين ناس فيهم ديسلكسيا في المجالات المختلفة، لأنهم ينظرون للأمور بطرق مختلفة، يربطون الأمور بطرق إبداعية. فأتوقع أنه هذه ممكن تقرب الصورة. نعم دكتورة، شنو التحديات اللي تواجه هذين الأشخاص؟ شلون يتغلبون عليها؟ إذا الشخص مثلا وصل لعمر المراهقة وهو لحن في هذا الشيء ما تغلب عليه. طيب أنا بقول لكم شيء مهم عن الديسلكسيا. الديسلكسيا نعم. لها عمرين توضح فيه في البداية. أول عمر من 6 سنين، 8 سنين تبدون تلاحظونها. ثاني عمر ممكن فجأة تطلع في المراهقة، يعني ممكن بعض الناس مر عليهم أشخاص كانوا ممتازين بوقت الطفولة، بفترة المراهقة فجأة تكسر. مهم إن أول شيء، أول تحدي عندهم التشخيص. هذا أغلب الحالات اللي مروا علي كان المشكلة الأساسية بالتشخيص. إذا ما كان في تشخيص عادل وتشخيص يجدد من وقت لوقت، لأنه هذه الحالة تتغير، ما راح نقدر إن نتعامل مع هذه الحالة ولا راح يكون في علاج. هذا أول شيء. التحدي الثاني، المعلمين العنيدين والأهل العنيدين. يعني يصير مجتمع على الطالب بدال المشكلة مشكلتين يعني. فهذه من التحديات الكبيرة اللي تواجههم. لذلك أنا دائما أقول لا تنسون كلمة المرونة، وأنكم تستوعبون أي شخص تواجهون عنده يكون عنده هذه المشكلة، ممكن يكون واحد من أصحاب هذه الفئة. أكيد الأستاذة أمل الحربي، باحثة الدكتوراه بالفلسفة في مجال ديسلكسيا، شكرا لك وشرفتنا اليوم. شكرا لك أستاذة. شكرا لكم، حياكم الله. مشاهدينا فاصل، راجعين لكم مع نكمل باقي فقرات البرنامج. عودة مشاهديني، كانت البحرين ولادة للطاقات النسائية المبدعة، ولم تقتصر على مجال واحد بل تعددت المجالات، والنساء البحرينيات في العديد من القطاعات والمجالات، وكان من أبرزها مجال الإعلام. في هذه الفقرة ضيفتنا الكاتبة والصحفية الكبيرة الأستاذة سلوى المؤيد. صباح الخير، ونرحب فيك اليوم، فخورين أنك موجودة معنا، ويعني من الطاقات الكبيرة في مجال الإعلام، نرحب فيك. صباح الخير أستاذة، ويعني هاي فخر لنا أنك تكونين اليوم موجودة معنا. مشكورة يعني حبيبتي، مشكورة.
يعني في البداية؟ في البداية أستاذة درست الإعلام والصحافة في مصر، فكلمينا عن هذه الفترة شلون كانت؟ والله كانت 67 من أجمل السنوات يعني. نعم. أنا والدي كان يريدني، يعني أنا قلت حق والدي أن أنا بدرس صحافة، فوالدي قال لي روحي لندن يعني عشان تدرسين عشان تصير عندك لغة إنجليزية زينة، بس أنا اخترت مصر. قلت له يعني أنا من أنا صغيرة من عمري 15 سنة دائماً أهتم بالمواطن البحريني. نعم. وأتمنى أن أنا أطور من مجتمعي، من مجتمع الشعب البحريني. فكانت يعني رغبتي أن أنا أروح مصر وأدرس صحافة وبعدين أرجع وأبتدي أشتغل وأحقق أمنياتي يعني. فكانت مصر يعني في ذاك الوقت يعني هادئة جميلة، كنا كلنا بحرينيين مع بعض في بيت الطالبات، حتى كان بيت الطالبات مالنا يعني الحكومة هي اللي تنفق عليه. حلو. كان كلش رمزي المبلغ اللي كنا ندفعه، كانت أيام حلوة. أستاذة، يمكن أنت والأستاذة الطفلة الخليفة أنتوا أول امرأتين. أول امرأتين. اتجهتوا. درست أدب عربي. صحيح. وأنا درست صحافة. صحيح. بس في نفس اليوم التحقنا بوزارة الإعلام، كان في مجلة اسمها هنا البحرين، وبدأنا نكتب فيها في نفس يعني العدد. في هذاك الوقت وذاك الزمن كنا يعني البحرين دائما كانت سباقة في المجال الإعلامي من البدايات، فكلميني عن هذه الفترة، شنو المواضيع اللي كنتوا تطرحونها، شلون كان المجال الإعلامي بشكل عام، شلون كان؟ يعني بصراحة كان وزير الإعلام طارق المؤيد كثير معطينا مساحة حرية ان احنا نكتب طريقة بناءة وننتقد الوزارات اذا كان فيها قصور. فيعني انا اتذكر يعني المقالات اللي نشرتها في هنا البحرين من اجمل واحسن المقالات يعني اللي سويتها. تناولت قضايا وايد مهمة، مثلا يعني قضية العجزة وعدم وجود مقر لهم في ذاك الوقت السبعينيات. وقابلت يعني وزير العمل والشؤون الاجتماعية وانتقدت، ودائما يعني طارق ما قد مرة يعني أنا أسميه طارق لأنه ولد عمي يعني، بس الوزير طارق المؤيد كان دائما يشجعنا على أن احنا نكتب طريقة موضوعية ويعني بناءة. حلو. وأنا أكرر يعني ان فرحتي بوجودك معنا اليوم في السيدو كرائده من رائدات البحرين في مجال الاعلام. يعني استاذه، بعد 12 سنه من عملك كصحفيه محترفه اخترتي التوجه لان تكونين صحفيه مستقله، شنو السبب؟ اول شيء يعني ابى اكلمك عن قبل لا اصير صحفيه مستقله. نعم. يعني انا كنت في الوزاره اكتب في الصحافه في صحيفه المجله اللي هي عندنا، وكنت ما أقبل أحد يعني من رئيس التحرير يقول لي روحي سوي ذي المقال ولا روحي سوي ذي. أحب دائما أنا أختار مواضيعي، ودائما في حياتي كلها ما أكتب إلا عن يعني صدق، شعور صادق ورغبة في تطوير مجتمعي. فيعني كنت أنا اللي أختار المواضيع اللي أحس فيها هامة في المجتمع وتطور المجتمع، وكنت أنا اللي أنفذها. وبصراحة كانت مواضيع وايد عودة، يعني أتمنى أن الناس يرجعون حق ذيك الفترة ويقرونها، من المواضيع اللي طرحتها مثلا عن الوصية الواجبة في الإسلام. يعني يمكن إذا تحبون أقول لكم مثال يعني. يعني كان الجاد لا زال لليوم إذا ما يوصي حق أحفاده ما يعطونهم يعني، بينما يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أفرض الوصية الواجبة على أساس أنه سورة البقرة كان موجود فيها توصون للناس اللي ما يورثون. فيعني الوصية دي وايد مهمة لدرجة أن الإنسان لازم ما ينام قبل لا يوصي. فيعني هذه القضية طرحتها في ذاك الوقت بعد ما تقبلوها، الحين رجعنا طرحتها مرة ثانية الحين، وأشوف يقول لي يعني الشيخ عبد اللطيف أن في تفكير في الحكومة أنهم
يعني يمكن ينفذونها. يمكن بعد بعيدا عن الاعلام استاذة، انت لك حب وشغف في الفنون والرسم والفن التشكيلي، ونظمتي انت بعد مؤتمر او يعني حتى معرض في 1981 15 طبعا 2015 ها جريب معرض يعني. كبير. فكلمني عن هذه التجربه وحبك للفن والشغف. انا بصراحه يعني ما كنت اعرف ان انا فنانه يعني. في يوم انا كنت قاعده مع صديقتي اللبنانيه كانت ترسم، فانا حسيت انه وانا طالعها ترى ولي يمكن انا اقدر اسوي ذي. فرحت قلت لها اعطيني 3 بروشات والوان، ورحت غرفة نومي وقعدت حطيت اللوحة، وقعدت حطيت 3 ورود ليلي على هذه اللوحة. كل واحد شافها وايد عجب فيهم وقالوا لي عندك حس في الألوان كثير زين. ومنها بدأت في رسامة اسمها راكيل دوران كليج، كانت وايد شاطرة في التعليم، ودخلت احنا كمجموعة يعني مثلا هذه المرة الركيل مع حتى شجعت امي، شجعت خواتي، كل شجعت اللي حواليه انه يبتدوا معي. بس هم يعني عملوا وايد اشياء حلوة لكن ما وصلوا، بس انا وصلت. نعم. ورحت سنة 13 رحت مصر مع معهد الفنون التطبيقية في هذه، واخذت كورسات نوع من التطبيق بس مع فنان عود هنا. فوايد تطورت في الاكريليك، في الكولاج، في هذه. كنت اول بس زيتي استعمل. فحبيتي هذه الفنون كلها مع بعض. بس انا احب الفن لانه اذا انت متضايق ولا انت فرحان تطلع كلها في اللوحه. تنفس عن نفسك، تطلع الطاقه السلبيه. تنفس عن النفس. نعم أستاذة، يعني نشوف حاليا تطور كبير في دور المرأة في المجتمع، يعني فرويد شنو اللي ساهم في تمكين المرأة حاليا؟ والله بصراحة يعني الحق يقال. نعم. أن يعني الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة يحفظها، السيدة الأولى في البحرين، يعني وايد مهتمة بالمرأة البحرينية. ويمكن يعني بعد يعني أنا كتبت 17 مقال حوالين قانون الأحوال الشخصية في سبيل أنه يتحقق، واشتغلنا كمجموعة نسائية حتى هذه، لكن يمكن الفضل الأكبر يعني يرجع إلى هاي السيدة المحترمة اللي يعني استطاعت أن هي تصدر أو يعني تدعم إطلاق هذه قانون الأحوال الشخصية اللي يعني حمى المرأة وحمى حقوقها وحمى كبريائها. نعم أكيد. الكاتبة والصحفية سلوى المؤيد شرفتينا اليوم، إن شاء الله نتمنى لك كل التوفيق، وتاريخ كبير نفتخر فيك كإعلاميين، وإن شاء الله نتمنى لك كل التوفيق في المستقبل وحتى في الفنون اللي تحبينها. شكرا لك أستاذة، شرف كبير لنا استضافتك اليوم. شكرا. مشاهدينا وصلنا لرسالة اليوم واللي تقول التزام هو الطريق لبر الأمان، فبالالتزام والإصغاء لأصحاب التخصص هذا الأمر يجعلنا نصل بإذن الله لتحقيق الأهداف المنشودة. مشاهدينا بإمكانكم متابعة هذه الحلقة من برنامج شمس البحرين بالإضافة للبث المباشر وباقة من البرامج اللي تقدمها قنوات وإذاعة وتلفزيون البحرين عبر تطبيق BH TV and Radio وموقع Live BH. وبكذي وصلنا لختام حلقتنا خديجة لليوم. حلقة خفيفة. حلقة الخميس والويكند، مثل ما نقول هابي ويكند. هابي ويكند.